نرجع تاني مع بعض بعد ما خدنا بيج رامي بطل مصر وبطل العالم في كمال اجسام للمحترفين، وواحد بيزعل قوي اللي دي نماذج مشرفه جدا واحنا مش عارفينها. يعني انا قبل الحلقه بصراحه ما عنديش معلومات كبيره على كمال الاجسام، ولكن قالوا لي ان بطل العالم اسلام صادق بطل العالم لكمال الاجسام للمحترفين، ودي حاجه صعبه جدا موجود معانا. ورامي كمان قال لي ان هو خامس مستر اولمبيا ومن افضل 10 لعيبه على مر التاريخ في كمال الاجسام للمحترفين، ودي حاجه جميله جدا. فشاب مصري محترم جدا، نتمنى له التوفيق ان شاء الله في الفتره القادمه. ازيك يا استاذ احمد؟ اخبار حضرتك؟ كله تمام. كله تمام. ازيك يا استاذ اسلام؟ ازيك كابتن كريم؟ برحب بيك وبرحب بالخضري. وفعلا انا استمتعت بيك بيك كريم. سمول كريم. لا بعد ما خلصنا احنا طولنا في الفاصل كان بيتصور فما قدرتش اقول له بسرعه وكده بالراحه، يعني محدش يقدر يقول له ده. لا لا حاجه محدش يقدر يقول له. وبعدين بقول له اهلاوي وزملكاوي انت براحتك اللي انت عايزه. وبعدين هو ده انا بحب الكوره قوي على فكره، نسيت اساله بس وانا وهو خارج بقول له انت بتحب الكوره؟ قال لي بموت في الكوره ومتابعك وبتفرج عليك. انا وهو داخل القناه انا كان الاستاذ ايهاب جلال خارج من الاوضه، فقلت له ده صاحبي. ده صاحبي. عملت لي حاجه. طيب خلينا نخش في الخناقه. بس عايز اقول برضو الاول قبل الخناقه ان برضو هو اعتبر للاعلام كله ان يعني حاجه زي كده حاجه مشرفه حاجه جميله محدش يعرفها، محدش يعرف عنه اي حاجه. صح. وبرضه كمان الاجسام بس اللي عارفينها او الشباب. طبعا لا برضه انا بقول كناس كالوسط او بتاعه والجمهور تكمله للي بيقولوا الخضري. هو في نماذج مشرفه في كل حته في الدنيا. يعني في المجال الرياضي، خلينا نتكلم عن المجال الرياضي، زي مثلا عمر اللي هو عمر عصر ده بطل العالم في البينج بونج او تنس طاوله، يعني لاعب عالمي مثلا، بطل الدنمارك وبطل السويد. بالظبط. فاحنا للاسف ديت كان عمر طلع معانا برضه. كان طلع هنجيبه تاني قريب ان شاء الله ما ينزل مصر. فبقول لحضرتك يعني هي خد بحر متوسط وخد افريقيا اللي فاتت من ابطال العالم. يعني يعني بقول لحضرتك في زي ما بيقولوا الخضري كده في نماذج مشرفه كتير جدا. سكواش المصري زي ايهاب عبد الرحمن مثلا فالعاب القوه. في نماذج كتيره جدا فمهم جدا. واحمد اكرم السباحه. واحمد اكرم السباحه. وفريد عثمان. طبعا. بالظبط. يعني عندنا نماذج رائعه جدا طبعًا. بس عايزين نهتم بيهم شويه. بس انت يعني بس انا يعني بعيدا عن رامي السبيعي بطل كمال الاجسام، سعيد ما وزير الشباب والرياضه مهتم بالالعاب الرياضيه الاخرى غير كره القدم. يعني في دلوقتي تدعيم للسباحين وتدعيم للكاراتيه. انا بتكلم اعلاميا بقى. انا بتكلم اعلاميا ان برضو لما بيبقى حاسس برضو ان هو يعني الناس عارفاه. الناس عارفاه. كنت بتفرق نفسيا. انا بزعل قوي لما اروح العالم كله عارفني وماشي في امريكا والسبونسر والشركات والجماهير وفي مصر محدش عارفها. ده كان بيحصل يعني الفتره اللي فاتت مثلا في مصر وعلى مستوى واهتمام الناس دايما بالكره، وده شيء طبيعي لانها اللعبه الشعبيه الاولى في العالم. لكن لما تعمل مقارنه مثلا خلال السنتين اللي فاتوا تلاقي ان الالعاب الفرديه او الشهيده ديت هي اللي هي اللي بتحقق ميداليات، هي اللي بتظهر الشكل الرياضي المناسب للرياضه المصريه بصفه عامه. صح. وزي ما حضرتك قلت كمان وزاره الشباب والرياضه بتهتم طبعا بقياده المهندس خالد عبد العزيز بتهتم بيهم. لكن لما تيجي بقى تعمل مقارنه مع اتحاد الكوره ومع المنتخبات الوطنية ومع أنا بكلمك وفقا لنتائج تعمل مقارنة مع المنتخبات الوطنية والفشل الذريع وسمعة الكرة المصرية اللي بتزداد يوم سوء يوم بعد يوم بعد ما انت كنت التاسع عالميا وبعد الثلاث بطولات أمم إفريقيا وبعد النتائج. طيب كان قبل كده الحجة انك انت غير مستقر سياسيا او الاوضاع اللي كانت بتمر بيها البلاد سواء بعد ثورة 25 يناير وما تلاها من اعتلاء الاخوان الحكم ثم ثورة 30 يونيو اللي صححت الوضع السياسي للبلاد. طيب هل دلوقتي نفس الامر؟ هل الازمات اللي موجودة في الكرة المصرية وهل فشل اتحاد الكرة في إدارة الكرة المصرية سبب الأوضاع اللي بتمر بيها البلاد؟ هو ده الفارق ما بين ناس ما بتاخدش فرصتها وحظها وناس تانية بتدخل اتحاد الكرة علشان تدور على الشو الإعلامي
والمناصب، وفي نفس الوقت اللي يضايقك اكتر ان في منهم كان عايز يبقى اعضاء مجلس الشعب. يعني يعني كمان مش خلص على الكوره، ده كمان ناوي يخلص سياسيا واجتماعيا وهيدخل مجلس الشعب. وانا مش عارف كان منهم اللي عايز يدخل مجلس الشعب ليه؟ يعني ايه اللي اذا كان هو عايز، يعني سيبك من دي، ده ماشي، ده انا بتكلم في الانتخابات اللي جايه بتاع اتحاد الكوره. طب انت عملت ايه دلوقتي عشان سي في او انجازات عشان تخش في لسه كنت بتكلم الكلام ده امبارح، عشان تخش في الانتخابات اللي بتاعت اتحاد الكوره نفسها السنه الجايه. طيب خليني ادام انتوا فتحتوا اتحاد الكوره اخد اتحاد الكوره واخلص منه في الاول. تمام استاذ احمد، رايك ايه في القرارات الاخيره بخصوص فضيحه الغاء مباراه السنغال، مباراه المنتخب، بسميها المنتخب الثاني السنغالي، والقرارات اللي احنا يعني سمعناها من اتحاد الكوره الفتره اللي فاتت؟ بمناسبه مجلس الشعب برضو لازم ابارك لاحمد مرتضى طبعا، اكيد طبعا انجاز تاريخي انه 34 سنه وعضو في البرلمان، فان شاء الله ربنا يكرمه، ربنا يبارك له كده ان شاء الله ويوفقه. وانا يعني انا متوسم فيه خير ان شاء الله ان شاء الله. او لازم ناس تفصل بينه وبين الاستاذ مرتضى، اكيد يعني انت شايف يعني ده بالظبط بالظبط كعضو مجلس شعب كمان او مجلس نواب يعني. اكيد نتكلم اتحاد الكوره، احنا كنا برضو ان دلوقتي هيجي ماتش السوبر من الاهلي والزمالك والكلام ده والناس هتنسى. يمكن انا المهندس خالد عبد العزيز ده خلف توقعاتي، يعني انا ده كانت توقعاتي فعلا. الراجل واضح ان هو مصمم ومستمر ومكمل. حتى القرارات الهزليه اللي هي الاول بيجيب اي حد، عارف اي حد يقول لك هو ده السبب ويشيل، قال لهم برضو مش كفايه. اللي هي كان اخرها الكابتن سمير عدلي اللي هو انا عمال اكلم مع اعضاء مجلس اداره اتحاد الكره يقول لي والله ما عارفين ليه. طب ايه اللي حصل؟ طب مش عارفين ليه اصلا اتشال ليه، ولا ايه اللي حصل ولا ما حصلش، مين اللي شاله؟ طيب زي ما هو ما طبعا ما انا بقول لك هي الفكره حتى الطريقه. ده راجل تاريخ، راجل رمز، راجل زي انت كنت بتقول برضه في مدينتك 40 سنه في وراجل يعني الناس كلها اجمعت عليه. حتى انت لما تيجي بعد كده لا لازم يبقى في طريقه شيك او الكلام ده. بس واضح ان هو لسه هم عايشين في توابع مباراة السنغال وزامبيا، ولسه دربكة مستمرة في اتحاد الكرة وهم مش عارفين ما بياخدوا ايه. واضح برضو ان معلومات ان الاستاذ جمال علام ما زال ان هو برضو يعني الان اللي هو الاصرار وزير الشباب والرياضة مصطفى عبد العزيز ان هو مكمل، فدي عاملة قلق. مكمل اللي هو يشوف مكمل لازم يكشف لازم نكشف ايه الا اللي إيه هيحصل. انت عارف انت عامل زي الحواديت كل يوم تكتشف حاجة. انا اخر حاجة ان هي سفر ثلاثة كده اتحطوا في كشف البعثة اللي مسافرة ان هما ثلاثة دول اعضاء مجلس ادارة الاتحاد. دي كارثة يعني اتحط في كشف. كانوا مين دول بقى؟ الكشف ده لا صحاب عضو مجلس ادارة في الاتحاد. اتحطوا كده اسماء اتحطت ان دول يسافروا، ان هما على اساس مكتوب كده فلان وفلان وفلان دول اعضاء في اتحاد الكرة المصري. طب ازاي الكلام ده؟ تكتشف بعد كده ان الثلاثة دول والعضو مجلس ادارة الاتحاد كانوا بره البعثه خالص، قاعدين على الشركه اللي هي الهولنديه اللي نظمت البطوله. تكتشف ان عضو مجلس اداره الاتحاد كان موجود في هولندا من شهرين ثلاثه. ايه اللي بيحصل ده؟ لا 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 ده يعني فعلا لا ده لازم انت الموضوع ده لازم يكمل للاخر. انت بتحصل تحس ان تكتشف برضو ان ايه ان الاول كان مين المفروض كان مين رئيس البعثه في السنغال؟ كان سيف زاهر. سيف زاهر. وكان مين في زامبيا؟ محمود الشام. محمود الشام ما هو اللي حسن فريد، هم يعني المهندس حسن فريد يعني ايه حب ان هو يبقى مشرف ويشيل الليله، هم شايلوا الليله. فهم دلوقتي اللي بيحصل انا توقعاتي ان لا دي مش النهايه. لا لسه النهايه قاسيه، وان هيبقى في ضحايا اكتر من كده. يعني في اخر اجتماع ان حد من اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره يقول لثروت سليمه ثروت سويلم انت بالمناسبه، يقول له انت حق ربنا ان انت اللي غلطان، بس احنا جدعنا كده هنسيبك عشان انتخابات البرلمان. طب ده كلام دي الناس اللي بتدير اتحاد الكوره؟ لا فانا بقرر ان انا معجب بالمهندس خالد عبد العزيز وان هو مكمل، واتمنى ان هو يكمل مع الناس دي للاخر. يعني اسلام رايك ايه في القصه دي سريعا عشان نخش في اكتر من موضوع؟ لا هي مهزله يعني في اطار المهازل اللي بيشهدها اداره اتحاد الكوره. وانا زي ما قلت لك قبل كده انا واخد يعني عهد ان انا ما يعني ايه ما حملش المجلس الحالي هو المسؤوليه كامله. اللي جاب المجلس الحالي اللي هيجوا ويديروا الكره المصريه بعد 8 شهور هم دول المسؤولين الحقيقيين. يعني انت دلوقتي هم حاطين جمال علام ومجلسه في وش المدفع. يا جماعه مين اللي جاب حد يرد عليا؟ مين اللي جاب الناس دي؟ الجمعية العمومية
ماشي. مين اللي بيتحكم في الجمعية العمومية؟ زي أحمد مجاهد طالع يعني أنا بطالب أحمد مجاهد ما تطلعش تتكلم في الإعلام، لأن في حاجات أنت بتقولها بعيدة عن اللي بيحصل والناس عارفاها، أو أنا على المستوى الشخصي عارفها. يعني أنت لما تيجي النهاردة تطلع وتقول إن 101 موظف مثلا هم اللي شغالين في الاتحاد والمفروض إن هو يكون 40 موظف، طب أنت جاي تكتشف دلوقتي بعد ثلاث سنين عهد المجلس، طب ده بعد ثلاث سنين، طب ما أنت كنت موجود قبل كده في الاتحاد ما تكلمتش ليه؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، فكرة إنك أنت تحملها لموظفين دي كارثة. والناس اللي بتتكلم على سمير عدلي وأنور صالح، الناس بس ناسية إن الاجتماع اللي غاب فيه جمال علام صدر قرار من اتحاد الكورة من مجلس الإدارة بلفت نظر سمير عدلي. وبعدين طب يعني جه جمال علام قال إنه هيلغي القرارات دي كلها، وقال تم تجميد هذه القرارات، ووعد الناس إنه هو هيتم إلغاءها. طيب أي حيثيات على أساسها تم إقالة سمير عدلي؟ الفكرة إن هما بيتعاملوا مع سمير عدلي وأنور صالح وبقية الناس اللي تم إقالتهم على إن هما دول مش نجوم، فمش هيطلعوا يتكلموا، مش فارقة، محدش هيسمع لهم، محدش ده مش كانوا عايزين يشيلوا عزمي. كانوا عايزين بس ما عرفوش، كانوا هيشيلوا عزمي. عايز أقول لك أنا هقول لك بقى ذنبه إيه وراجل عمل الماتش. هما كانوا خدوا قرار في مجلس الإدارة ناقشوه ماشي في الجلسة الأولى اللي غاب عنها جمال علام، يعني منع الموظفين من الجمع بين العمل في الاتحاد والإعلام. ماشي، لقوا نفسهم إن هم هيصطدموا بعزم مجاهد، وعزم مجاهد في الفترة ما بين الجلسة الأولى والجلسة الثانية هدد أعضاء مجلس الإدارة. هدد أعضاء مجلس الإدارة، القرار دوت اتلغى واتوقف لأن بقوة عزم مجاهد وبعلاقاته مع المهندس هاني بوريدة، مش لأنه هو صاحب القرار. ده رقم واحد. رقم اتنين، خدوا قرارات ب يعني تخفيض الرواتب إلى 5000 جنيه بالنسبة للي فوق 60 اتحاد الكورة. حسب معلوماتي المؤكدة أن القرار لن يطبق على عزم مجاهد ولن يطبق على الدكتور علاء عبد العزيز مدير العلاقات العامة باتحاد الكورة حسب قرار اتحاد الكورة، ومدير المنتخب الأول حسب قرار هاني أبو ريدة المشرف على المنتخب الوطني في التوقيت الحالي. السؤال برضو اللي حضرتك كنت بتتكلم فيه قبل ما احنا ندخل، أو كنت بتتكلم فيه مع كابتن محمود بكر، هو ليه هاني أبو ريدة دلوقتي؟ هاني أبو ريدة بيتعرض عليه الإشراف على المنتخب من 3 سنين في أول جلسة وبعد مجلس بعد نجاح المجموعه الحاليه ورفض. ليه رفض؟ لان قدام الراي العام الناس مش هتحس باي حاجه يعملها هاني ابو ريده لما يجي مشرف على المنتخب الا بعد ما المركب تغرق. وبالتالي هو وافق في التوقيت دوت، في التوقيت اللي قبل الانتخابات بثمان شهور، علشان بعلاقاته مع الاتحاد الافريقي بان احنا نصل او نتاهل لامم افريقيا. هناك استياء كبير جدا من كوبر المدير الفني للمنتخب، وقالها بالنص للجهاز المعاون ان الناس ديت، قال على مسؤول اتحاد الكوره لو موجودين في اي دوله كانوا هيقدموا للمحاكمه. قال الكلام ده. رقم اتنين، موجودين في اي دولة غير مصر؟ في اي دولة اخرى كان هيقدموا للمحاكمة. قال الكلام ده في الامارات. قال كمان ان اللي بيحصل مع المنتخب دوت ما بيحصلش مع فريق درجة رابعة، وفي استياء كبير جدا من كوبر وطريقة التعامل. طيب مع المنتخب حاجة هو المفاجأة بس، يعني الخضري قال لك ان سيف زاهر كان رئيس بعثة في وقت ماتش السنغال. الناس الإعلام كله بيتكلم على تقرير قدمه حسن فريد وتقرير قدمه أنور صالح. رئيس البعثة ما قدمش تقرير. ليه؟ ما يسأل في ده. سيف زاهر لم يقدم تقرير عن الفضيحة
عن الناس بتتكلم عن رأي يعني الرأي العام كله أو قضية هزت الكرة المصرية وهزت الرأي العام كله، رئيس البعثة اللي كان متواجد وقتها ما قدمش تقرير. هو ذكاء منه ان هو الناس كلها متصوره، لا متصورين ان مهندس حسن فريد هو رئيس البعثه. لا يعني هو سيف زاهر هو كان رئيس البعثه وقت فضيحه السنغال ووقت فضيحه غانا 6-1، بس مش مهم دي، هو ملوش علاقه بيها. لكن هو ما قدمش تقرير عن اللي حصل، عن الاسباب، عن الحيثيات. انا نفسي اعرف بقى يعني بعد القرار باقاله سمير عدلي اللي هو ملوش اي علاقه، ملوش اي علاقه بالفضيحه، وهل سمير عدلي المسؤول عن ان 3 اشخاص ما لهمش اي علاقه يسافروا على ان هم مسؤولين في اتحاد الكوره واعضاء مجلس رسمي. اداره رسمي. وفي نفس الوقت انا بختلف هنا مع الخضري، المهندس خالد عبد العزيز اللي كنا بنشيد بيه في قضية الألعاب الفردية، هو بدأ يغفل، دخل سخن جدا في أزمة السنغال، لكن دلوقتي بعيد تماما وبيتجاهل الأزمة. وخلال جمعية اللاعبين المحترفين بعض من الأشخاص سألوه قال لهم أنا ما أقدرش أتدخل لأن ده هيبقى تدخل حكومي. فكرة ان هو تدخل حكومي وقت ما انا اكون عايز، لا ده يعني ايه، احنا فاهمينها كويس وعارفين السبب الرئيسي دلوقتي لعدم تدخل. طيب خالد عبد العزيز عايزين تقول حاجه تاني؟ تقول حاجه تاني في حاجه الكره الزحمه؟ لا كده خلاص. طيب خلينا نروح للدوري. الدوري هيرجع يوم السبت او الاسبوع الثالث يوم السبت ان شاء الله. ايه اللي حصل في الزمالك بعد مباراه اسوان والتعادل مع اسوان؟ انت تقدر تقول لي اكتر من داخل النادي. طيب اللي حصل في الزمالك، اللي حصل في الزمالك اعلام مش اكتر. وارد جدا ان اي فرقه تتعادل مباراه، وارد جدا ان ما يبقاش يومها، وارد جدا ان في اخطاء من اللعيبه، وارد ان يبقى في اخطاء من الجهاز الفني، بس مش نهايه العالم. ما توصلش لدرجه ان قال لك ان الراجل ماشي خلاص، لو تعادل مباراه تانية هيمشي. طب انت ايه المشكله؟ ما انت في الموسم اللي فات اتعادلت وكسبت واتغلبت وكملت. لكن لا أنا بس كان ساعتها كابتن حسام مش لا بعد كام مباراه، 3-4 مباريات اربع مباريات. لكن انت ان انت تكسب بمباراه وتتعادل المباراه، هل ده ينفع تقييم مدرب؟ لا طبعا. ده لسه بيقول على كابتن شاور غريب نقول لسه بدري. الناس بتبني يا استاذ احمد على ايه؟ على تصريحات المستشار مرتضى منصور ان انا من فتره من الفترات يعني قريب مش من بعيد ان فيريرا خلاص، وانا بعد ماتش السوبر على فكره الراجل الراجل لسه مؤخرا حتى كل حاجه بقت توصل له. يعني الراجل ما كانش عنده فكره بالكلام بقى دلوقتي ده كله. مهتم باللي بيتقال حواليه، بيهتم ويتابع والكلام ده. طب انت عم تكسب، لو كسب الانتاج وبنتيجه كبيره او الكلام ده، طب ما كل الكلام ده اتغير. انا عايز اقول لك ان لا ان هي لا الميديا لعبه دور البطوله في القصه دي. ما ينفعش ان حتى قناه فضائيه تطلع تقول لك الاهلي يتربع على القمه والزمالك في المركز الخامس. انا كده ما بتكلمش انا بتكلمش كاهلي وزمالك عشان بس الناس ما تفهمنيش غلط. لا صح، مش منطقي. طب ما في الداخليه، طب ما تقول الداخليه الاول بالظبط، طب ما تقول مش عارف مين اللي ثالث. لا فبدري قوي، بدري قوي، بدري قوي. لسه بيبان الفرق الصداره او فرق المنافسه بعد 7-8 بعد 5-6 مباريات. وده هي انا معاك ان دي مرحله تجميع نقط. وفرقه البطوله كل فرقه عايزه تبدا كويس، فرقه البطوله برده لازم تجمع نقط في اول المباريات. بس وارد ان انت بس الزمالك كان وحش في ماتش اسوان، كان في فرديه اللي احنا بنقول عليها من فتره كبيره يا احمد، واللاعب الجماعي ما بيتحسنش. لا انا فاكر الكلام طبعا 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 كان لي كان في فرديه، وبرده يعني برده نغمه كده ان ما بيبصوش لباسم والكلام ده. لا خالص خالص، العمليه مش كده خالص. حتى يمكن من اول القرارات اللي كابتن اسماعيل يوسف خدها ان امبارح تعلقت ورقه في اوضه اللبس، ان يعني حتى ما فيش سهر للعيبه يعني بعد الساعه 12 بره البيت. اسلام لازم يضحك لما اقول اي حاجه لكابتن اسماعيل. فبعد الساعه 12 ده مش معناه انت بتشكك في الفرقه او الكلام ده، انت بس عايز تركيز. يعمل نقطه نظام انضباط يعني. التزام او الكلام ده. انت حتى انت ما انت السنه دي غير السنه اللي فاتت. ليه الاهلي السنه دي غير المنافس القوي بتاعك؟ ما هو جاهز نفسه، قوى نفسه. فانت برضو بتشوف عندك اخطاء، عندك دفاعات معينه انت بتظبطها. لكن انت غير مقبول ان بعد تعادل من مباراه ان يحصل لنا فكاشه. الزمالك كلم عمرو جمال، الزمالك كلم كان مفاوض عمرو جمال. طب ازاي وعمرو جمال مرتبط بالنادي الاهلي عقد لمده 4 سنين؟ ما هي خلاص كانت ممكن ليه 100 طريقه. طب الاهلي هياخد السلايه ازاي؟ الاهلي هياخد سوليه والاهلي دفع للنادي الاسماعيلي. لا يعني في يعني إن لا يعني هي هي يعني ماضي مع الاسماعيلي ان هو ما ينفعش يلعب في حته
غير مع نادي الشعب لمده موسم. اه وبعد كده ممكن ينتقل. وهي طبعا يمكن برضو ما دام انت فتحت الموضوع دوت كان في كلام بس كلام يعني مجرد كلام. طبعا ده اللي حصل قلق في الاهلي بسبب الموضوع ده. وانا شايفها مناوشات ما بين الزمالك والاهلي. ومعلوماتي ان هيبقى في يعني مش عارف في تربص في تاديب لعمرو جمال الفتره الجايه في الاهلي. وفين وارد جدا ان عمرو جمال يبقى في الخليج في شهر يناير. بس طبعا ممكن بقى ساعتها ما دام الزمالك دخل في الموضوع تبقى عن طريق اعاره طريق مش عارف ايه او الكلام ده. بس هو لا كان فيه طبعا يعني في كلام. الزمالك مهتم بالتعاقد مع مهاجم في شهر يناير. انا قلت لك الاسبوع اللي فات الزمالك كان الزمالك عايز بغداد بونجاح هو بغداد لاعب النجم الساحلي. هو الزمالك هيجيب مهاجم افريقي في يناير. هو الزمالك عنده ثلاثة استبدال دلوقتي. القايمه مقفوله زي ما انت عارف. بعد شيكابالا لما جه ومشي الاسماعيلي كان في كده اتنين كده الزمالك عنده ثلاث اماكن استبدال. لكن بقى كل بيتقال بقى ان ظهير ايسر كالوشا وصراع بين الزمالك والاسماعيلي كل ده شغل وكلاء لاعبين. شغل وكلاء لاعبين. الزمالك مركز. انا عندي معلومه كده ان الزمالك مركز مع بغداد بونجاح. هو لاعب جزائري اعتقد. هايل. ده كان جاي اصلا في الدوري القطري وكان جاي اعاره. هو في السد القطري ورايح اعاره للنجم الساحلي. انا من ساعه مباراه النجم الساحلي وانا عندي معلومه ان مستشار مرتضى معجب بيه جدا. هو لعيب هايل. والزمالك عايزه. لعيب هايل جدا. الزمالك عايزه حتى اعاره من السد القطري. لعيب هايل ايه المشكله؟ لعيب هايل جدا ومكسب لاي فريق يعني. لكن لا برضه بقول لك ان انا في مشكله لفيريرا لو ما كسبش الانتاج الحربي؟ ممكن بس يعني مش ممكن. انت عارف اي هو برضه يعني هو مثلا لو في الاهلي تعادل الماتش اللي جاي هتحس برضه هو تظهر وعمرو جمال ما بيلعبش ليه؟ طب ما تلعب عمرو جمال. طب يعني انت دايما النتائج السلبيه تجيب مشاكل. اكيد طبعا اكيد مشاكل. اكيد هتجيب. بس الراجل مركز والجهاز مركز ودايما الفرق الكبيره ودايما الفرق الكبيره مش عارف. طب ايه اللي ضحك بيضغط عليك بس إيه؟ ده الضحك ده نوع من ضغط. لا لا انا عارف ان انا صادق ولا لا نوع من انواع الضغط ولا لا لما بيكون عايز يضغط على حد يعني لا ايه لا الكلام يعني مش احنا اربع سنين كده حفظنا خلاص حفظت بضحك له انت كمان لا حفظت لا لا لكن الفرقه مركزه. لكن طبعا الفرق الكبيره اما بتضرب في النص اكيد بتعمل مشكله. رايك ايه بعد تعادل الزمالك مع اسوان المباراه اللي فاتت؟ بص هو الموضوع ليه شقين. الشق الاول ان فعلا انا بتفق مع الخضري في جزئيه التضخيم والتضخيم من نوع من انواع الحرب الاعلاميه طبعا ما بين الاهلي والزمالك دايما. هتلاقي اعلام الزمالك لما الاهلي يتعادل يضخم الامور والعكس صحيح. ده صحيح. يعني الاعلام اللي بينتمي قوي للاهلي كمان بيكون مركز او هدفه يكبر المشاكل في الزمالك يكبر والعكس ده صحيح برضه عشان لا لا مش العكس صحيح يعني انا مختلف. الاعلام الاحمر هدفه ان هو يعني الاعلام الزملكاوي لما الاهلي بيتعصب ما فيش اعلام زملكاوي. هو فين الاعلام الزملكاوي؟ هو الزمالك عنده قناه. هو الزمالك بدأ تظهر شوية. لا مش كان في قناة. لا بتكلم كصحفيين وقناة الأهلي خليني قناة الأهلي بتفيد الأهلي في إيه؟ صحفيين بيتكلموا الزمالك. لا خليني أقول لك بمنتهى الأمانة. اولا بالنسبه ما تقدرش تقول مثلا اللي شغالين في الاهرام والاخبار او في اللي شغال في النهار انت لما بتيجي تقرا انت حضرتك هنا النهارده بتحس بانتماء لا ما هو استاذ اسلام ما هو البارون يا استاذ اسلام بيتقابل يوم الخميس وفي لوبي لل لا انا بكلمك على يعني بدات تحس ان الزمالك ليه شويه صوت من الناحيه الاعلاميه في مجله نادي الزمالك. لكن الاهلي اعلام الاهلي اكبر بكتير واعلام الاهلي لانه عنده قناه اكبر ولا اقوى؟ لا يعني انا بتكلم في الحجم الانتشار العدد يعني عن طريق اللي هم مين ما انا بكلمك في قناه الاهلي قناه الاهلي مالهاش اي تاثير مالهاش اي تاثير انا بكلمك في لا انا بكلمك في محاوله التضخيم سواء من الاعلام الاحمر اذا كان بقى قناه الاهلي اذا كان الاعلاميين اللي بينتموا للنادي الاهلي بيحاولوا يضخموا دوت علشان في هناك بعض من الاعلاميين او احد الاعلاميين غرضه وهدفه دلوقتي ان هو يحسن صورته مع جماهير النادي الاهلي وبالتالي بدا بيتجه اتجاهات معينه لو مين ضد نادي اللي انت بتطلع ضيف معاه لكن انا بكلمك في حاجه ثانيه. ده بيحصل وحاصل مع نادي ده واقع بيحصل. لكن في نفس الوقت تعال بقى الناحيه الثانيه فيما يخص نادي الزمالك
نادي الزمالك اللاعبين يعني بيبقى عندهم بعد الفوز بالدوري وكاس مصر، هل بقى الفترة ديت هل وصل عندهم حد التشبع بالضغط الإعلامي؟ هل هيتحملوا الضغط الإعلامي خلال الفترة اللي جاية؟ عدوا مرحلة صعبة جدا هي في الموسم اللي فات، وهي ايه؟ وهي ان هو قدر ان هو ياخد الدوري وكاس مصر، انتقل من مرحلة ان هو كان لعيب عنده رغبة انه يثبت ان هو بجدارته في نادي الزمالك، وفي نفس الوقت دلوقتي بيتعرض لضغوط الضغوط إعلامية وجماهيرية، انتقل إلى حجم النجومية. ده الزمالك هنا في مفترق طرق الموسم دوت، قدر ان هو يحافظ على لقب الدوري، ده هيكون من خلال التوازن النفسي للاعبين، لان النهارده هم بينزلوا كل مباراه مطالبين ان هو يكسب، وبيتعرض لضغط بقى، ضغط نفسي وضغط اعلامي وضغط فني من المنافسين. انا عايز ارد على يخلص على نقطه الاعلام بس يعني ماشي. طب انا عندي عايز كذا موضوع وضغط نفسي من المنافسين وضغط نفسي من الضغط فني من المنافسين فنيا، وبالتالي زي ما بقول لك ده الازمه اللي بيواجهها. طيب الزمالك هيتخطى التعادل مع اسوان، هيقدر يكسب الانتاج؟ لكن انا كنت ضد، انا كنت قبل التوقف بالنسبه للزمالك يعني انا في حاجه مهمه جدا يعني الخضري قالها، ان الكابتن اسماعيل يوسف علق ورقه بمنع السهر الساعه 12 بالليل. طيب هو ليه ما علقش او ما عاقبش الناس اللاعبين اللي راحوا ايدوا او حضروا ندوه لاحمد مرتضى منصور، ندوه في انتخابات مجلس الشعب؟ هل هو وقتها شايف الكابتن اسماعيل يوسف ان دوت ما بيأثرش على تركيز اللاعبين قبل الدوري؟ هل هو شايف ان الظهور في الاعلام وان هو ممنوع التصريحات الاعلاميه، ويقول لك فريرة بتيجي في فريرة عشان ما حدش هيروح يتكلم مع فريرة، لكن ما كانش يجب برضو ان هو يتخذ موقف ضد اللاعبين اللي حضروا ندوة لأحمد مرتضى؟ بالمناسبة ببارك طبعا لأحمد مرتضى منصور، لكن في نفس الوقت صح ما تقول لك بعد ايه؟ لا مش بعد ايه، انا بتكلم انا بتكلم في انت بتتكلم بمنتهى الامانة، احنا مش هنطلع يعني نزيف للناس. ايه هو ايه ان شاء الله بعلق ورقة بمنع السهر الساعة 12 بالليل؟ هو انت هتلف على ال 30 لاعب؟ لا انا هقول لك. طيب ارد يا صاحبي عشان اطلع طبعًا. من الزمالك نقطة نمرة واحد والظواهر الاسبوع نمرة واحد. لا الزمالك لا الزمالك بقى انا مش عارف الخضر بيرد ليه ده. لا ما ردش على مين، ارد مش على دي. نمرة واحد الزمالك عنده اعلام؟ لا الزمالك بقى عنده اعلام، بقى عنده اعلام قوي، وعنده اعلام قوي. لازم ارد. انا قلت لك في مجله عنده اعلام، لكن ما يقدرش هو لوحده. ما انا بقول لك، انا بقولها لك اهو، ما يقدرش لوحده يواجه اعلام الناس. انا بقول لحضرتك ماشي، في اعلام بقى، في اعلام في المجله وفي اعلام في الموقع، لكن طبعا الاهلي توارث اعلام بيعرف يجيد الحته دي، فانت على قد ما بتقدر على قد امكانياتك. لا لكن في لكن انت مش قادر اقعد في فندق البارون واجيب الصحفيين واقعد معاهم والكلام ده، ده هيبقى صعب بالنسبه لي. لا اصل دي قاعده على البارون. فكره على فكره انا كنت مدعو للقعده اسبوعيه للقعده دي. لا انا ما بروحش. لا تعليق. لا انا مش ليه، لو هي قاعده عاديه، لو هي قاعده عاديه. بص انا لا بروح جلسات في نادي الزمالك ولا بروح جلسات في النادي الاهلي. طيب الراجل بيقول لك طيب بقول لك لو قاعده بريئه، لو قاعده بريئه يتراح. هو النهارده المهندس محمود طه رئيس النادي الاهلي لما يقعد مع الصحفيين ويوضح لهم الرؤيه القريبين اتجاهه من النادي الاهلي او الرؤساء الاقصاء او طب وده على فكره دي خطوه ايجابيه في التعامل مع الاهلي. كنت انت رحت يا استاذ نفس الامر بالنسبه ليه يا استاذ اسلام؟ لا انا ليا معلش. نفس الامر بالنسبه لمرتضى منصور لو عملها، ايه المشكله ما يقعد مع الاعلاميين وبيوضح لهم؟ ايه المشكله؟ لا هي مش مش كده، هي مش كده، هي مش كده. هي مش يا استاذ اسلام، هي انت عارف يا استاذ اسلام. بص نتكلم مع المشاهدين. بص يا كريم، بص كريم، هو اسلام عارف، اسلام عارف ان هي مش كده. الاعلام اللي ينتمي للنادي الاهلي فبيقعد مثلا يجتمع عشان يتفقوا على
هو استراتيجيه معينه انت تقصد كده؟ هو عارف ومتاكد ومتاكد، بس هو عشان زمايلنا هو محرج برضه. لكن لا خالص والله مش محرج. لا محرج لا لا انت محرج. شكلك باين انت محرج. نرد على نقطتين تانيين بسرعه. يلا من ماشي الوقت. انا عايز اسالكم كام حاجه. نقطه المطار الانتخابي هم كانوا اثنين ثلاثه لعيبه اللي هو دودار وحازم وبتاع، وانا برضه حتى سالت دودار قال لي انا اي حد مترشح احمد ابو احمد انا هروح له، دي حاجه ترجع لهم. السهر دي يا جماعه مش معناها للمره المليون، مش معناها ان اللعيبه بتسهر او الكلام ده. انت نقطه نظام، انت حسيت انت دلوقتي انت البرنامج، انت لما بتعمل اجتماع هنا للاعداد او الكلام ده بتبقى عايز تشد الناس، عايز تظبط الناس هي مش اكتر. لكن ما بقولش ان اللعيب بيسهر او بيصلي. الظواهر اللي انت عايز تتكلم فيها في الاسبوع الثاني اللي ظهرت في الدوري بسرعه المتاز. بسرعه يعني اربع حاجات او خمس حاجات. اهم حاجه اللي مش عاجبني الاول الاخراج، ولا اسوأ اخراج الماتشات ولا اسوأ يعني. ولا اسوأ وقعد اقول له كاميرات وحاجات جديده والكلام ده، انا عمال اجري ولا يعني كل مباراه بنفتكر اللي كان اللي حصل في هناك في الامارات. حاجه اخراج سيء جدا جدا، ما فيش اي احترام للمشاهد. كان ملعب استاد اسكندريه المنظر بتاع تنشيف الارض بالبتاع دي حاجه ايه ده مقشة. ايه ده لسه 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 لغايه دلوقتي احنا ما فيش صرف الملعب او الكلام ده يعني. انا مش عارف انت استعدينا على الدوري ازاي، والملايين اللي بيقول لك دوري الملايين او الكلام ده، لا كلام. مباراه وادي دجله وطلع الجيش يعني ايه؟ في مره واحده كده انا بتفرج على الماتش الاقي بقى جايبين مصارعه. ما باعش الحقوق لسه. طب ما هو يبقى لا ما يبقى ما هو في طرف غلطان. لكن انت بتحترم المشاهد، ما ينفعش انا في وسط المباراه الارسال يتقطع. فطبعا ده برضو ان ده كانش اتزعم الاول يعني، بس هي اتزعت ارضي انا اتفرجت عليها ارضي. هو انا ما عندي انا ما اعرفش حد غيرك عنده الارضي. لا انا عندي لا يا بنت عشان يعني انا كل حاجة. يعني انا ما اعرفش حد غيرك عندي ارضي والاوروبي كل حاجه. انا ما اعرفش حد عنده ارضي. جابت اتزعت انا شفتها ارضي اتفرجت على الماتش كله. لا ما ينفعش بقى عندي الاوروبي كمان لو عايز. لا 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 مش عايز مش عايز اتفرجش مش عايز اه مش لا اتفرج لا 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 ما اتفرجش. طيب ماشي عشان خناقات ليه يا اخي انا اتفرج على القنوات الرياضيه الاوروبي دي حاجه ترجع لي دي حاجه ترجع. طيب خناقه الكابتن حسام حسن اه كابتن حسام وكابتن ابراهيم حساسين في اي كلمه تقال عنهم، بس انا لازم اقول ما دام بنقعد هنا وبنحترم المشاهدين، انت يا كابتن حسام واحنا قلنا معاك المره اللي فاتت بيزعل مني انا خلي بالك يعني. ما بيزعل مني هتتكلم ده كابتن يقول لك كريم ضدي وكريم كابتن ابراهيم انا معجب بيك السنه دي كفرقه. كابتن ابراهيم قابلني في مارينا ساعه اقول له طب انا زعلتك في ايه؟ طب انت مع كريم بس انا زعلتك في ايه؟ انا عارف انا بقول مش انا طبعا هو عارفين ان احنا فاهمهم قد ايه، وقلنا الاسبوع اللي فات ان هم عملوا فرقه من مجهود من الفيزيك شربات، وفعلا ما زلت بقول ان هم فعلا عملوا فرقه كويسه ويمكن معاهم احمد رؤوف ده فرق معاهم كويس قوي. لعيب هايل احمد رؤوف ده اتظلم كتير هداف هايل. طب دي احمد رؤوف فيها ضحك ليه؟ طيب انا عايز اقول ان برضو كابتن حسام ان المدرب لازم مش في الملعب بس او التكتيك بس، ما ينفعش كابتن حسام بتاريخ او الكلام ده يعني. المنظر الخناقه اللي ما عجبتنيش. اخر حاجه الجوله برضو دي يعني الجوله اللي جايه لا دي التهديف لا التهديف قال التهديف قال هي بس اللي ظبطت التهديف ماتش الجيش والوادي دجله طبعا ده غير كده كان خلت انت 15 لا يعني لو المباراه دي ما كانش فيها اهداف كان هيبقى ثلاث مباريات بدات المدربين تخاف. ما طبعا انت عشان محدش يخسر طبعا انت دلوقتي انت برضو انا عايز بقول ان الاسابيع اللي جايه هيبقى فيها قلق. الانتاج الحربي برضو خاطر عامل كل يعني هي اللي عاجبني في الانتاج الحربي لغايه دلوقتي الفانيلا بتاعته شيك قوي. غير كده مش عاجبني حاجه في الانتاج بصراحه. والله عمل ماتش واحد كويس الاتحاد السكندري بس اتخطفوا. ما انا بقول لك ما انا بقول لك يعني برضو لسه الاسابيع اللي جايه هتبين. وانت عندك انت الدوري ده مستو مدربين نجوم مدربين اسماء كبيره طبعا. اسلام الظواهر سريعا عشان الساعه 11 ل 12 ل 5 ومحمد عباس 12 ل 5 الا 5 طب ده الخضري فاضل له 5 دقايق حسب الورقه اللي اتعلقت في برضو مش عارف لا هو يسهر براحته لا 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 ما تقلقش يلا يا عم الظاهر هو انا بس الازمه طبعا اللي حصلت لحسني عبد ربه سببها طبعا يعني بعض من الافراد اللي هي كانت ازمه ايه بعض من الناس روجوا او فردين او ثلاثه روجوا طلبوا باعتزاله وطلبوا على الفيسبوك انا مش عارف ليه يعني الراجل راجع من الاصابه وعايز وقت أنا بكلمك وده حاجه طبيعيه ان هو انا لسه بكلمك بمنتهى الامانه قله ادب يعني بجد. وبرجو من حسني عبد ربه وهو نجم كبير واسمه كبير جدا انه لا يلتفت لرواج او رواد الفيسبوك لان ناس قاعده ما وراهاش حاجه بتتكلم على كل واحد قاعد بيهزي وهو قاعد وبيتكلم ويقول رايه وخلاص بينفس عن نفسه لكن في نفس الوقت بيهين الاخر ويهين واحد بتاريخ حسني عبد ربه. ده رقم واحد. رقم اتنين طبعا ازمه حسام حسن
والشكل اللي ظهر بيه وما يليقش بتاريخه واسمه الكبير. ثلاثة الضغط على فريرة، وكل شوية فريرة هيمشي وفريرة هيقعد. الضغط من الإعلام ومن وفكرة إن هو هيمشي في أي وقت والبديل بتاعه مين، ورغم إن فريرة أنا شايف من وجهة نظري إن بصرف النظر بتختلف معاه في الأمور الفنية، لكن عامل حاجة مهمة جدا هو الانضباط داخل نادي الزمالك. مفيش حد بيتدخل، مفيش بقدر الإمكان ما يخليش حد يسر. لما اتدخل ولما ادى مجلس الاداره صلاحيات فنيه للكابتن اسماعيل يوسف، كابتن اسماعيل يوسف تاريخه كبير جدا، لكن في مدير فني هو المسؤول، هو اللي في النهايه ادى او قاد الفريق فنيا للحصول على الدوري. اما اتدخل اسماعيل يوسف الفريق تعادل مع اسوان. عايز تقول حاجه ثانيه؟ لا، يعني بالنسبه للنادي الاهلي بدات الامور تهدى بعد طبعا النتائج، هي النتائج مكسب بيهدي الامور. مكسب عجبني ماتش صعب، عجبني جدا تعامل سيد عبد الحفيظ مع الاعلام. وده الفرق. سيد عبد الحفيظ دلوقتي بعد كل مباراه بيطلع هو في الاعلام وبيطلع اتنين لعيبه قبل كده ده كويس نتواصل مع اتمنى ان الكلام ده يتطبق والاهلي خسران او متعادل. مش هيحصل. لا انا يعني مش عايز الاهلي بس وقت المكسب، بص انا عايز الوقت الخساره تطلع تتكلم. لا هو وقتها هتلاقي سيد عبد الحفيظ بيطلع بيتكلم ولعيبه ماشي، لكن في نفس الوقت ليه؟ ما انا بتفرج على لعيبه اوروبا والدول العربيه في الدوريات، لازم بعد كل مباراه 2 3 لعيبه يطلعوا يتكلموا ويقولوا معلش يا جماعه احنا قصرنا. كابتن كريم قبل كده داخل النادي الاهلي ما كانش بيحصل. قبل كده داخل النادي الاهلي بس لو مدير كوره كان بيطلع تقبل يبقى عندنا ثقافه لذيذه. لا لا، لو مدير كوره كان بيطلع ولا رئيس جهاز كوره كان بيطلع ولا أنا معاك. انا دي حاجه ايجابيه جدا لكابتن سيد، بس انا عايز ده في وقت الهزيمه برضه او وقت التعادل او الاخفاق. طب نادي الزمالك ما بيطلعش، يعني نادي الزمالك على حسب نادي الزمالك، على حسب التعامل مع علاقتي بمين، علاقتي ببعض الإعلاميين كويسة، مدير الكرة بيطلع في قناة معينة. لو قناة تانية بتقول رأي أو خبر بمنتهى الصراحة ما بيطلعش، أو بيمنع اللاعبين من الطرق أو الظهور في الإعلام وبيقول لهم مثلا ما تطلعش في الحتة الفلانية لأن ده علاقتي بيهم مش كويسة. لكن ما تتأس كده. لكن الناحية التانية بقول لك النادي الأهلي أو في وجود سيد عبد الحفيظ بتلاقي سيد عبد الحفيظ بتلاقي اتنين من لعيبة النادي الأهلي من نجوم النادي الأهلي قبل كده ما كنتش بتعرف توصل لا لمدير الكرة ولا لرئيس جهاز. طيب عايز بكرة بس يعني إن شاء الله كل المصريين يدعوا لنادي الزمالك إن شاء الله فريق كرة اليد. 6:30 إن شاء الله. الساعة 6:30 مباراة نهائي أفريقيا لكرة اليد الزمالك والأفريقي التونسي. اتمنى فريق ايمن صلاح برضو اللي كان بيدرب البطوله تكون عاملين حاجه مشرفه جدا. كان الاهلي بيشارك الافريق السبورتنج الزمالك وفق وقدر يعدي ويوصل المباراه النهائيه. نتمنى التوفيق لنادي الزمالك بكره. وده برضو ده كذا انجاز برضو طبعًا. انجاز طبعًا. كبير طبعًا. ان مش الانجاز في الكوره بقى خالص. ده كان خلاص ايه ما كانش فيه كان اصلا فريق ده كان كرسي عادي ولا فريق ولا باسكت ولا اي حاجه. فده برضو الناس برضو دايما بتركز على الكوره، لكن هو انجاز كبير وربنا يوفقهم. بس عايز اقول برضو ان السيد عبد الحفيظ، انا باكد ان السيد عبد الحفيظ فعلا مكسب النادي الاهلي. بس اذا هتقارن مع وائل جمعه مع علاء عبد الصادق، مفيش حد منع لاي لعيب في نادي الزمالك، بس انت بتبقى فتره من الفترات بيطلع. انت السيستم لكل نادي، انت بتطلع بعد اللي اعتقد اللعيبه جالكوا هنا اللي جالكوا هنا. لا لا لو سيستم انا لا بس اتمنى ان هو يستمر. استاذ خضري هو لو سيستم لا يا خضري بعد لا 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 لعيبه نادي الزمالك بتطلع في قنوات معينه، يعني لعيبه الاهلي لا 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 انت 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 اسماعيل يوسف لما احنا طلبنا لعيبه الزمالك بعد ما الزمالك كسب الكاس الدوري. لا انت راجل بعد اخر مره لعيبه الزمالك طلعوا امتى؟ انا بتكلم في سيستم عام. اخر لعيب طلع امتى؟ انا بتكلم في راجل حقه. لا اصلا عايز اقول الدوري والكاس يا كابتن كريم. بس انا ما بتكلمش هنا، انا بتكلم بصفه عامه. على فكره ده طبيعي، انت عامل احتفاليه او قناه اي قناه تانية بلاش. انا ما بتكلمش هنا، انا بتكلم بصفه عامه انك سيد عبد الحفيظ بيطلع الناس في كل حته.
ما بيقولهمش لا انا عارف انا يعني لعيبه الاهلي جم امتى فضوا امتى بعد الملعب بعد المباراه انت مع المغرب مع المراسل ما اي حد يطلع. طيب نناقش القصه دي ان شاء الله الاسبوع اللي جاي ونكملها مع بعض. بشكرك يا استاذ احمد, شكرا جزيلا. بشكرك يا استاذ اسلام, شكرك كابتن, شكرا جزيلا. يا اخي بحس بطعم بيبقى اسلام معايا كده, ما طلعنيش لوحدي, ما طلعنيش لوحدي بجد مع اسلام. لا 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 حبيبي, لا لا مش مشكله, لا لا بشكركم, شكرا جزيلا, نورتوني وشرفتوني. ان شاء الله نتقابل الاسبوع الجاي. احنا بكره طبعا اجازه زي ما قلت, نتمنى التوفيق للزمالك بكره في كره اليد. هنتفرج على ماتشات يوم السبت اللي جاي ان شاء الله في الدوري المصري, وهنطلع الساعه 10 يوم السبت, برنامجنا كره كل يوم الساعه 10 عشان نتابع نتائج ماتشات الدوري ونغطي ماتشات الدوري ان شاء الله. بشكر كل طاقم العمل في كره كل يوم, ونتقابل على خير يوم السبت الساعه 10 بالليل باذن الله في حلقه جديده مع كره كل يوم. وهسيبكم دلوقتي مع زميلي نجم المتالق محمد عباس, وحلقه جديده من حصاد النهار, اتمنى تكون حلقه ممتعه ان شاء الله مع زميلي محمد عباس.